تواردت في كربلاء بعد انتهاء زيارة العاشر من محرم أنباء عن تواجد عناصر من تنظيم جند السماء وأنصار اليماني، مما دفع قوات الأمن لمداهمة عدد من المواقع المشتبه بها في حملة أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر التنظيمين والعثور على مخبئ للأسلحة والمتفجرات وبعض الوثائق التي تثبت انتماءهم لهذين التنظيمين. قبل يومين تم إلقاء القبض على مخبئ الأسلحة بدرع، يعني مستغلون احد الاماكن الدينيه بحجه مكان ديني. الحقيقه ايضا اخوانكم في رجال الشرطه والاجهزه الامنيه التابعه لها تم القاء القبض عليهم باعداد كبيره جدا، وكانوا يستغلون دور العباده. تم توزيع الحقيقه احد اجهزتنا الامنيه لمتابعه هذا التنظيم الارهابي اللي ظهر جديد على الساحه. هذا الحقيقه هو تنظيم على درجه عاليه من الخطوره، الغاية من عنده هو ضرب الأجهزة الأمنية وإفشال مؤسسات الدولة في عملها بحجة وإملاء بعض الادعاءات الكاذبة مع شديد الأسف بظهور الإمام الثاني عشر. المسؤول الأمني للجناح العسكري لتنظيم المهدي اليماني هو أحد المعتقلين في حملة المداهمات، والذي تحدث للحرة عن تفاصيل مجيئه لكربلاء واعتقاله فيها ومصادر تمويل التنظيم. سعدي حمد نعيم حمد القطراني من البصرة. أنا المسؤول الأمني كنت للحسينية ومدرسة أنصار الإمام المهدي بالبصرة التابعة للسيد أحمد الحسن اليماني، وكنت مسؤول الخط العسكري مهزوم. عندنا أنصار بالإمارات. أفكار دينية وسياسية شتى أقنع بها زعيم التنظيم بعض الأشخاص فآمنوا بها وتبعوه، وقال تضربون أول شيء طلعون تضربون أي واحد يشيل سلاح ضدكم، وتدعون الناس أن يجون ويانا وربع ساعة ويجينا الإمام المهدي عليه السلام. نعم والله هو حسب التبليغ اللي جانا التثقيف من فوق، يعني بانه احنا انصار الامام المهدي من قبل السيد احمد عليه السلام. عليه السلام احمد؟ نعم احنا نسمي عليه السلام لان هو المهدي الاول حسب المعتقد اللي جانا اللي يحكم بعد الامام. هو موجود بالروايات 12 مهدي ورا الامام المهدي عليه السلام يحكمون من ذريته، اللي انا بمكان امين قلت له انت وين؟ يا ترى ماكو شيء صار ربع ساعه. قال ان شاء الله راح يجي المدد من الله سبحانه وتعالى. اي فانتظرنا ماكو شيء، اخر شيء خابرته. لا ما جاء. ليش؟ ما اعرف بعد. لا ما تلزمه قطوعات.